السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء في كل مكان، أتمنى بأن تكونوا بخير وعلى خير. موضوعنا اليوم هو هذا الراوتر، راوتر تندا 305. الآن سنقوم بشرح مسألتين. المسألة الأولى ضبط إعدادات الراوتر تندا 305، ثم المرحلة الثانية سنقوم بضبط إعدادات الراوتر ونجعله يقوم مقام بوان داكسي، أي نقطة توزيع. هنا كما ترون هذا الراوتر 305 هو يعمل بلا DSL. هنا هذه الأزرار كما تعلمون، هنا زر الاشتعال أو الاشتغال، هنا زر الكهرباء، ثم هنا الأربعة المداخل للأجهزة الخارجية التي تربط بواسطة كابل RJ45. أما لا DSL فنربطها بكابل RJ11. الآن سنتطرق إلى المسألة الأولى، أي ضبط إعدادات الراوتر، تابعونا إلى الأخير. هنا كما ترون في هذه الصورة طريقة ربط جهاز الراوتر مع الحاسوب بواسطة كابل RJ45. هنا الكابل في هذا المدخل، وهنا نضعه في مدخل من بين هذه الأربعة المداخل. هنا نقوم بفتح المتصفح مثلا جوجل كروم، ثم نكتب 192.168.1.1، ثم نضغط على أونتري، ثم ندخل. مباشرة تظهر لي هذه الواجهة، هنا يوزر نام ثم الباسورد، يطالبني بكتابة يوزر نام، اسم المستخدم، ثم كلمة سر، هما متشابهتان، هما أدمين، أكتب هما في هذه الخانات، ثم أضغط على لوجين. الآن تظهر لي هذه الواجهة، واجهة الراوتر، ثم الإعدادات. هنا لينك تيب أوتوماتيك، أغيرها، ثم أضغط على هذا السهم الصغير هنا. هنا سأختار هذا الخيار، خيار DSL، ثم أضغط عليه. أقوم كذلك بالضغط على هذا السهم الآخر هنا في هذه الخانة، أي كونكسيون تيب، ثم أتركها هكذا PPP 0E. أما هنا في هذه الخانتين يوزرنام والباسورد، بالنسبة لاتصالات المغرب، هنا عندنا في المغرب يكون عقد مبرم بين الشركة والزبون، ويكون في العقد هنا اسمه، كذلك كلمة سر نقوم بكتابتهما هنا. فإن لم نجد ذلك العقد أو لم نتمكن من كتابة هنا، نقوم بكتابة بعض الكلمات، نقوم بكتابة CIA 0013 في كلتا الخانتين كما ترون هنا مكتوب، ثم نأتي إلى هنا ويرلس النابل، نجعلها مفعلة، ثم نورمال مفعلة كذلك، ثم ويرلس SSID، هذه مجموعة SSID. هنا نقوم إذا أردنا أن نغير هذا الاسم ونضع اسم الذي أردنا الذي يسمى باسم الواي فاي. أما هنا ويرلس كي، ألا وهو الرقم السري للواي فاي، نختار الرقم الذي أردنا أن نكتبه ثم نكتبه هنا، ثم نقوم بالضغط على أوكي. كما تلاحظون هنا قد تم ربط الاتصال بالإنترنت. نقوم الآن بمتابعة شرح الإعدادات. نقوم بالضغط على أدفانسد، تظهر لنا هذه الواجهة وهي إعدادات وخصائص الراوتر. الخيار الأول ديفايس أنفو، نضغط هنا على DHCP. تظهر لنا هنا في هذه القائمة هنا أسماء الأجهزة المتصلة مع الراوتر، ثم الماك أدريس، ثم الأي بي. هنا وان سيرفيس، خدمات الشبكة الواسعة، شبكة الاتصال السلكية ولا سلكية. نضغط على لان، شبكة المنطقة المحلية. من هنا يمكنني تغيير أدريس الدخول إلى الراوتر. هنا في باندويت كنترول
يمكنني تحديد سرعة الانترنت لأي شخص؟ علي فقط معرفة الاي بي لجهازه ثم أفعل النابل. مثلا هنا أقوم بكتابة اسم الجهاز وهنا رقم اي بي للجهاز، ثم أكتب هنا في هذه الخانة هذا الخيار الأخير. كذلك يمكنني هنا في هذه الخانة تحديد سرعة الرفع، أما الخانة الثانية فتحديد سرعة التنزيل. مثلا سرعة الرفع 80 كيلو بيت وسرعة التنزيل مثلا 1000 كيلو بيت أي أميجا. ثم أقوم بالضغط على كوميت. عندنا هنا الـ DNS أي نظام اسم المجال، يمكنني هنا إضافة أي DNS في أي مجال. مثلا إذا أردت حجب المواقع الإباحية كل ما علي هو تفعيل هذه الخانة أولا، ثم أقوم بكتابة هذه الأرقام هذه الـ DNS لحجب هذه المواقع الإباحية. أقوم الآن بالضغط على ويرلس هنا في هذا المكان، هنا في هذه الخانة هيد أكسس بوينت. إذا أردت إخفاء الواي فاي أو إخفاء اسم الواي فاي أقوم بكتابة علامة صح. في هذه المرحلة الثانية سنرى بعض مشاكل انقطاع الانترنت أو مشاكل انعدام الانترنت، سنرى كيف نتخلص من هذه المشاكل. سنضغط على ويرلس. هنا في هذه الواجهة عندنا مجموعة SSID، عندنا الويرلس مود، كونتري، شانيل، البندويت. هنا البندويت من الأحسن أن نقوم باختيار الخيار الأخير أي 40 ميجا هرتز. الخيار الأخير هو أحسن. عندما يكون عندنا الخيار أوتوماتيك يكون بعض الأحيان انقطاع أو انعدام الإنترنت، من الأحسن نقوم باختيار الخيار الأخير. أما شانيل فهنا لشانيل عندنا هنا أوتوماتيك 1 2 إلى 13. هنا أوتو، إذا تركناه في أوتو يكون عندنا تضارب ترددات وتداخل ترددات مع روترات الجيران، فلذلك نختار بعض الأرقام، نختار مثلا رقم 1 أو 2 أو 3 ثم نجرب، فإن كانت صبيب سريع فذلك أحسن حتى نجد الرقم الممتاز الذي يكون فيه صبيب الانترنت سريع وممتاز. الآن بعد نهاية ضبط إعدادات لراوتر تيندا 305 سنقوم الآن بضبط إعدادات أخرى لكي يعود هذا الراوتر أو يقوم مقام موزع أي بوان داكسي أي نقطة توزيع. نقوم بفتح مصفح ثم نكتب هنا 192 نقطة 168 نقطة 1 نقطة 1 هكذا نقطة 1 نقطة 1 ثم نضغط على أونتري ثم ندخل. كما العادة تظهر لي هذه الواجهة ثم يطالبوني بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أدمين متشابهان ثم أضغط على ثم تظهر لي هذه الواجهة. ثم أقوم الآن بالضغط على لينك تيب على هذا السهم الصغير ثم أختار هنا الخانة الثالثة الخيار الثالث إنترنت ثم أضغط عليه ثم كونكسيون تيب أضغط هنا على السهم ثم أختار الخيار الأول بريدج ثم أضغط على أوكي يعطيني سيف سكسي تسجيل ناجح. أقوم ثانية بالدخول إلى أدفانس سيتاب
ثم اضغط على لان، ثم اتيه لا الى اي بي ادريس، ثم اغير هذا الرقم لان هذا الرقم يوجد عند الراوتر الاصلي، لا يمكن بان يكون الراوتر ونقطة توزيع بي اي بي واحد، ضروري بان يكون الثاني مثلا نقطة توزيع مغاير للاصلي للراوتر الاصلي. فاقوم مثلا هنا بدلا من واحد اقوم بكتابة صفر، ثم اضغط على سيف، ثم اقوم ب اعادة تشغيل الراوتر، ثم اربطه بالراوتر الاصلي، فحينئذ سيكون سهل ويكون نقطة توزيع سهلة لتوزيع صبيب الانترنت بين الاجهزة تكون متصلة لديه. هذا كل ما في الامر. متابعينا الاعزاء، قد وصلنا الى نهاية الشرح، فاتمنى بان يروق اعجابكم هذا الشرح المبسط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فاعل الجرس ليصلك كل جديد.